يقدر عمر الحمام بألف سنة، وزي ما حكيت في السابق إنه في اللوحة هذه بتقول إنه تم إعادة ترميم الحمام قبل 750 سنة عيد سنجر بن عبد الله المؤيد من العهد المماليك أوائل العهد المملوك. بالنسبة للحمام يعني كمان بنتردد عليه لبعض الأمراض، يعني اللي عنده شد عضل، عنده غضاريف، عنده بعض الأمراض اللي يعني تستدعي لارتخاء العضلات، لإزالة الالتهابات، يعني يعتبر يعني إشي جيد بالنسبة كعلاج وكمناسبات. نتعامل مع عدد حالات، حالات ألم أسفل الظهر، ألم الرقبة، ألم الرجلين، يرتد الجسم يعني عدة حالات للحصول على خدمة العلاج الطبيعي وخدمة التدليك.